السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك رجوع الحق لأصحابه. سعيد بالرحمة خبر جميل جدا. أول ما صحيت النهاردة عرفت إن سعيد بالرحمة استدعى من جمال بالماضي وياخد حقه ويبقى متواجد مع المنتخب زي ما طالبت في فيديو في اختيارة القائمة. على طول عملت فيديو قلت الظلم حرام إن سعيد بالرحمة بيلعب بمستوى عالي جدا مع ويست هام من أكبر أندية أوروبا، متواجد بشكل اساسي معاهم وبيلعبوا، لياقته جاهزه، خدوا حتى كاحتياطي هينفعك جامد. ودي كانت غلطه من جبال بالماضي. شوفوا يا جماعه، انا طالبت بالشتي بعد ما سمعت القايمه، طالبت بالشتي لازم يبقى موجود وسعيد بالرحمه، وطالبت بغداد بنجاح. لكن اثناء المباراه مع الكاميرون وافقت جمال بالماضي انه ما يستقدمش او ما يستدعيش بغداد بنجاح لعمليه نفسيه، ان بيدي راحه نفسيه لاسلام سليماني، يقول له ما فيش غيرك في المعسكر هو اللي هيكسبنا. ودي فعلا جابت النجاح، وفعلا استبعاد بغداد بنجاح نهائيا افاد المنتخب. لكن استبعاد سعيد بالرحمه وشت كانت غلطه كبيره، وده طبيعي، كلنا ما بنعملش كل حاجة صح، احنا بشر اكيد لنا اخطاء. والجميل ان جمال بالماضي صلح خطأه. انا امبارح سبحان الله من غير ما اعرف ان هو يستدعى كنت عامل فيديو، ادخلوا على القناة شوفوه، اخر فيديو امبارح على السبورة وانا بشرح، قلت استدعاءه للشتي انا كان نفسي يجي كمان سعيد بالرحمة، وسبحان الله سعيد بالرحمة اكيد جاء. اكيد انا متوقع لحاجتين، يا اما رياض محرز اشتكى بألم بسيط، او بليلي اشتكى باجهاده او حاجه للدكتور، والدكتور وضح لجمال بالماضي ان احنا لازم نستدعى سعيد بالرحمه، لان واضح ان ممكن يكون حد فيهم مجهد ولا حاجه، وده طبيعي لاعبين ماتش من يومين. والافضل يعني فنيا بقى، انا متوقع تماما فنيا ان عدم وجود بن سبعيني ان هو موقوف في الناحيه الشمال، فهيبقى في الجبهه دي هتبقى اقل دفاعيا شويه فنيا، فوجود سعيد بالرحمه سواء من بدايه المباراه او الشوط الثاني هيقوي الجبهه دي دفاعيا، لان احنا عارفين سعيد بالرحمه مخلص قوي وبيحب يدافع ويوصل لغايه ال 18 بتاعه فرقته ويدافع، وبيعمل كده مع ويست هام. فوجود سعيد بالرحمه مهم جدا، ممكن يكون بليلي مجهد او محرز. وكمان الافضل فنيا ان ممكن سعيد بالرحمه وجهه نظر جمال بالماضي عدم وجود بن سبعيني واللعب بالشتي او اي عواف تاني، ممكن سعيد بالرحمه يزود الجبهه دي دفاعيا تبقى اقوى شويه بعدم وجود بن سبعيني. اخيرا لازم اقول برافو جمال بالماضي، كان غلط غلطه كبيره بعدم استدعائه سعيد بالرحمه وشتي في القايمه، ودلوقتي صلح خطأه، ودي إشارة ودي بشرة خير إن سعيد بالرحمة يبقى متواجد عشان يفرح مع زمايله، ده حقه بالوصول لكأس العالم، ده حقه. فدي إشارة كده إن ربنا بيسهل الأمور، بيرجع لعيبة مظلومة للمنتخب سبحان الله ليلة المباراة التانية علشان يوصل كلهم يفرحوا ويوصلوا كأس العالم. اعمل لايك للفيديو وانتظر فيه فيديوهات فنية كتيرة جدا النهاردة، لان بكرة اهم ماتش في الموسم كله، فانتظروا النهاردة فيديوهات مهمة جدا. شكرا.